مركز جديد يضبط شبكة خطوط الأنابيب الناقلة للغاز والبترول يدخل الخدمة بمعايير دولية تجسيداً لسياسة رقمنة قطاع الطاقة. المركز المتواجد بمصفات سيدرزين بالعاصمة يراقب حركة النقل بطريقة آنية من مصدر الإنتاج إلى الوجهة الجديدة. مشروع يدخل في إطار سياسة الحكومة للانتقال الرقمي، وتجسيده من طرف سوناتراك في أول عملية اللي رانا نشوفوها مع سوناتراك اليوم، وهي المركز الإشراف عبر الرقمنة لكل سلاسل النقل للبترول والغاز عبر أنابيب سوناتراك. 21,000 كيلومتر هو طول الشبكة، فيما تقدر طاقة النقل ب 450 طنا مكافأة بترول سنويا. عدد الخطوط 43 خطا، من بينها 23 خطا خاصة بنقل الغاز. كان يطلب يعني عمل كبير للمتابعة والإشراف. اليوم كل خلال هذه العملية تاع الرقمة واستعمال تكنولوجيات الحديثة، يعني كل المعلومات هي تكون شاملة يعني وآنية، يعني في الوقت في كما كنتوا تلاحظوا أنه كل المعلومات يعني العملية على المستوى الشبكة هي موجودة في هذا المركز. نتبعوا الضغط، الحرارة تاع الآلات ويعني المستعملة في عمليات نقل البترول. عملية المراقبة ستكون أيضا مركزية لجميع عمليات نقل البترول وغاز البترول المميع والغاز الطبيعي، كما ستتبع عملية الرقمنة هذه بخطوات أخرى لتحقيق رقمنة شاملة للقطاع بفضل سواعد وكفاءات جزائرية 100%.